إذن لمناقشة تصعيد النظام السوري وحليفه الروسي عسكريا في محافظة إدلب ينضم إلينا عبر سكاي من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. سيادة العقيد مرحبا بكم. يعني النظام السوري يحشد مزيدا من القوات في ريف إدلب الجنوبي، ما الهدف من ذلك سيادة العقيد؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. قبل كل استحقاق سياسي تقوم قوات النظام ومن ورائها القوات الروسية والإيرانية بتصعيد في هذه المنطقة للضغط على المفاوضات إن وجدت. في الفترة الماضية القريبة هناك زيارة كانت لمندوبة الولايات المتحدة الأمريكية للحدود السورية التركية ورأت وعاينت الأوضاع السيئة للاجئين، وبأن الولايات المتحدة كانت في صدد طرح قرار في مجلس الأمن يسمح بفتح معبر التمديد لمعبر باب الهوى وفتح معابر أخرى من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. الروس يلوحون بالفيتو، هناك اتصالات تركية روسية سادات أونلاين معاون وزير الخارجية التركي في موسكو، هناك اجتماع مرتقب لمجلس الأمن، هناك اجتماع بايدن بوتين المرتقب كذلك في هذه المنطقة. هذا من ناحية. أما الناحية الأخرى فقوات النظام تحاصر السوريين بأرزاقهم، وهذا أمر معروف. اليوم هناك محاصيل في منطقة إدلب، القمح، ويتم حرق أكثر من 1000 دنم حتى الآن تم حرقها نتيجة استهداف قوات النظام. الحقول بالنيران كذلك، هناك موسم الكرز والوحلب وهي موسم نظام بهن استثمار حقولهم، لذلك تحاصرهم بأموالهم، تحاصرهم بأقواتهم وتدفعهم لمزيد من الهجرة من هذه المنطقة، ربما إذا تسنت لها الفرصة أن تقتحم بعض النقاط. لكن الوضع الميداني اليوم معقد بالنسبة لقوات النظام. القوات التركية موجودة في تلك المنطقة وتعزز من خطوط دفاعها وتنشر قوات عديدة في هذه المنطقة، هناك نقاط عسكرية في تم نقلها لتعزيز نقاط جبل الزاوية في البارة، في تل بدران، في نبي يونس، في منطقة جوزف، في مناطق أخرى. إذن القوات العسكرية هناك عمليات تحصين، عملية تقوية خطوط الدفاع، وهي مستعدة لمواجهة قوات النظام. طيب سيادة العقيد، سوف نبحث الموقف التركي المتوقع، ولكن دعني أعرج إلى موضوع أن المناطق التي يحشد النظام فيها قواته تسيطر عليها قوات المعارضة وقوات قسد. هل نفهم من ذلك وجود تحول في علاقة النظام مع قوات قسد؟ قوات قسد وقوات النظام هي قوات حليفة تتشارك العداء لقوات المعارضة السورية، إن كان في منبج أو كان شرق الفرات أو في مناطق أخرى. فقوات سوريا الديمقراطية لن تكف يوما عن شن هجمات ضد قوات المعارضة السورية أو الجيش الوطني أو الجيش الحر، كما قوات النظام تشاركها في هذه المسألة في حصار المنطقة المحررة، إن كان في منطقة نبع السلام أو في مناطق درع الفرات أو كذلك في منطقة إدلب. فقوات النظام وقوات الأسد هي حليفة، ولكن هناك تباينات بين بعضها على خلافات مادية ربما. طيب سيادة العقيد، إذا كان المقصود من حشد النظام على نقاط التماس هو استهداف المعارضة، كيف يمكن أن نفهم الموقف التركي المتوقع في حال استهداف النظام لقوات المعارضة؟ ما هو موقفهم؟ يعني اليوم قوات المعارضة وقوات التركية هي في منطقة واحدة تقريبا. هي تقيم خطوط دفاعية مشتركة، والقوات التركية تقوم في دعم قوات المعارضة، لذلك لا يمكن حتى الآن أن يكون هناك اجتياز لهذه المنطقة بدون الاصطدام بالقوة التركية القوية في هذه المنطقة والمدعومة. وتركيا لا أتوقع بأنها تسمح مرة أخرى كما حصل في نقاط المراقبة في منطقة خان شيخون ومورك
والنقاط التي تم حصارها من قبل قوات النظام. لذلك اليوم النظام يحسب مليون حساب لهذه القوات، وكذلك الروس الذين هم اليوم ينقضون هذه الاتفاقية التي وقعت بين بوتين والرئيس أردوغان في 5 آذار 2000. طيب سيادة العقيد، هذا الحشد وهذا التصعيد من قبل النظام والحليف الروسي إلى أي مدى يعكس شكل العلاقة بين تركيا وروسيا؟ يعني شكل العلاقة اليوم بين تركيا وروسيا هي علاقة متواجدة، تقوم على يعني كل طرف من الأطراف. روسيا تدعم قوات النظام وتكون كفيلة لها، وكذلك القوات التركية هي تدعم قوات المعارضة السورية وهي تضمن لهذه القوات، وكذلك تقوم بعقد الاتفاقيات فيما بينها بين روسيا وتركيا. ولكن الأمور السياسية ربما تختلف، لذلك يكون هناك تصعيد على الأرض الواقع، ومن ثم يتم التجاوز هذه التصعيدات حسب الواقع الدولي. الروس هم نقضوا الاتفاقات مرات أخرى، وخاصة اتفاق سوتشي الأخير واتفاق وقف النار 5 آذار، وهذا اليوم هناك طائرات الاستطلاع الروسية تقوم بتوجيه القذائف وضرب القذائف الحديثة التي تستخدمها روسيا في منطقة جبل الزاوية. اليوم هناك قصف على بلين التي أدت إلى استشهاد طفلة وجرح 5 آخرين، كذلك على بليون وعلى كنصفرة وعلى البارة وعلى سفوهن وعلى كل هذه النقاط اليوم تم استهدافها من قبل القذائف المدفعية الروسية. سيادة العقيد، هل تعتقد أن رسالة روسيا من هذا التحشيد هو موجه بالأساس إلى الولايات المتحدة؟ وإذا كان كذلك، كيف نفهم موقف الولايات المتحدة من هذا التحشيد؟ يعني الولايات المتحدة حتى الآن لم تنخرط بشكل كبير في الأزمة السورية، وحتى الآن لا نعرف مدى استراتيجية الولايات المتحدة في هذا الشأن. يعني تريد أن تقول بأنها تحارب إيران، وإيران متواجدة على الأرض، وحزب الله والميليشيات الإيرانية متواجدة. من سيحارب إيران والميليشيات الإيرانية عليه أن يدعم الجيش الوطني أو الجيش الحر الذي انتفض ضد نظام بشار الأسد الحليف الأساسي إيران. هذا واحد. اثنين، أن الولايات المتحدة هي دولة عظمى الأولى في العالم، لو بإمكانها تدعم القوات المعارضة بأسلحة تقلب موازين القوى ضد الروس وضد الحليف الإيراني وضد نظام بشار الأسد. حتى الآن نرى بأن بشار الأسد لديه يعني مندوب في الأمم المتحدة، والولايات المتحدة بإمكانها أن تفعل الكثير. لذلك حتى الآن فقط الولايات المتحدة تريد أن تغيظ مثلا روسيا أو تتدخل في الأمور الإنسانية. يعني منذ فترة لم نسمع بقانون قيصر ولا عقوبات بحق أشخاص سوريين. نعم. إذن اليوم الاهتمام الأمريكي صب على الاتفاق النووي الأمريكي أو 5+1 مع إيران، وهذا يعيدنا إلى سياسة أوباما التي كانت فقط من أجل الاتفاق النووي مع إيران وترك الشعب السوري يلاقي. سيادة العقيد، نعم نعم ميليشياتها معايدة الشعب. عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لكم.